السلام عليكم اصدقائي، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا مفيد او ماتيماتيك الدوزيام اني كوليج. عندنا ليكزيرسيس نيميرو 1 باس 56. اذا هو تريونجل اي باراليل. قالوا لينا في ليكزيرسيس او اف اي ان ديامتر. انا ندير لكم الشكل هنا كبير نشرحوه، من بعد نعاود نكتب لكم الاجوبه باش تعرفوني شنو تنقول. فوالا، اذا هو الشكل قدامنا. قالوا لينا او اف اللي هو هذا، هاد الاو اف قالوا لينا هو القطر ديال الدائره سي، المركز ديالها او. صافي، هو لو ديامتر، هو قطر الدائره سي التي مركزها ا. وعندنا الاو جي، هاد الاو جي قالوا لينا هو القطر ديال الدائره سي بريم التي مركزها ياش بي. اذا قال لي مونتري كو، لاحظتوا بانني تنكتب لكم واحد المصطلحات ملونين، هاد مونتري كو عقلوا عليها. هي بين ان مونتري كو لي دو دروات، هاد لي دو دروات اللي غادي نبينو هما اللي غادي نديرو اللي هو الاف جي. خاصنا نبينو بان هاد المستقيم توازي هاد المستقيم. اذا خاصنا نبين بان هاد المستقيمان بجوج متوازي، اللي هو ا بي. نزيد واحد شويه وقيل ا بي بشي. صافي، المستقيم ا بي والمستقيم او جي بانهم متوازيين بالعين المجرده، راه متوازيين ولكن في الكتابه داكشي اللي بغينا. لاحظوا معايا، عندنا هذه المسافه قد هذه المسافه، فوالا، وعندنا هذه المسافه قد هذه المسافه. اذا حنايا غنطبقوا الخاصيات اللي قرينا في الشرح ديال الدرس، غادي نطبقوهم هنا. وغتسمعوا ليا دابا الشكل، غادي نجيبو هنايا وغادي نكتبو المعطيات ديالنا. فوالا، في المعطيات شنو غادي علاش غادي نعتمدو؟ اذا غادي نقولو دون لو تريونغل، اذا غنعتمدو على المثلث الكبير. اذا دون لو تريونغل، اش من مثلث؟ بما ان الدرس نهضرو على التريونغل باراليل، يعني علاقة في المثلثات. اذا دون لو تريونغل ديالي الكبير اللي هو الاف او جي، الاف او جي، في هاد لو تريونغل اون. اذا شنو عندنا في هاد لو تريونغل اون؟ المعطيات غادي نستفوهم. اول حاجه عندنا بان ال اي لو ميليو ديال من هي لو ميليو ديال القطعه او الاف اف او. مزيان، وعندنا بان البي اي لو ميليو حتى هي اي لو ميليو ديال القطعه ياش بي او جي. وانا منين جبت هاد المعطيات؟ راه ماشي كتبتهم، راه هما عطاوهم لي اصلا. ها هما قالوا لي بان الاو جي هو الديامتر، تعني بان ا هي المنتصف ديال القطعه، وهنا الاو جي هي الديامتر ديال الدائره السي، يعني تعني بان بي هي المنتصف ديال القطعه. راه خديتو غير المعطيات ديال الشكل ديالي، راه ما خديت حتى شي حاجه. صافي، اذا عندنا هذا، قلنا بان هذا هو الميليو ديال هاد النقاط، و بي هو الميليو ديال القطعه. اذا شنو غنستنتجو مباشره؟ غادي نكتبو القاعده ديالنا اللي كتقول لي دابخي لا propriété de la droite au milieu de la droite des milieux. فيهم هاد الدروات. قلنا شنو عندنا؟ عندنا بان المستقيم ا بي تيمر، مستقيم ا بي باس بار باسون par A et B. Donc, غادي نقولو مباشرة بأن الـ A B مالو باغاليل الـ F G كما شفنا في الدرس. إذا نتوما لا تعقلوا عليها، هي لا بخيوريتي دروات أو ميليو. هذه راه قاعدة، إلا عندي جوج ديال لي ميليو تيمر منهم واحد المستقيم، إذا هذاك المستقيم راه تيوازي المستقيم في المثلث
في الضلع الثالث ديال المثلث. مزيان، تري بيان. ندوز ليكزيرسيس نيميرو 2. اذا ننتقلوا للتمرين رقم 2، اكزيرسيس نيميرو 2. قالوا لنا ا بي سي دي ان تريونغل او اي ان بوين ا ليكستيريور دو تريونغل ا بي ا بي سي، ونقطه تنتمي بعيد عليه. اذا نحاول ندير شكل كبير هنايا باش نستفسروه. فوالا، اذا قالوا لنا ا و بي و سي هو واحد المثلث، بحيث هذه النقطه او ما تنتميش للمثلث. فوالا، اذا اكستيريور على اكستيريور دو المثلث ام لو ميليو دو او ا. اذا هذه النقطه ام هي المتصف ديال القطعه او ا، يعني الكوداج يبين ليا بان الاو ا كتساوي لينا الام ا. يعني صافي، هادشي اللي استنتجنا من هنايا. صافي، غادي نجيو دابا نكتبوا هادشي كامل اللي درنا، راه غادي نكتبوه. وقالوا لينا عاوتاني لا باراليل ا بي، الموازي لهذا المستقيم ا بي اللي غنعاود نرسم بالاخضر. هذا المستقيم هذا ا بي الموازي ليه مالو باس باغ ام، تيدوز من ام. فوالا، اذا الموازي تيدوز من نقطة ام. دابا نقاد هادشي، راه تيبان ملون ياك. المهم نعاودو نمسحو نقادو مزيان. قلنا تيدوز من ام، اذا نديرو بحال هكا. هوب، فوالا، تيدوز من ام. مثلا الموازي تيدوز من ام. فوالا، كوب او بي تيقطع لينا هاد الاو بي في هاد النقطة اللي هي ان، نقطة جديدة. إذن هنا عندنا الباراليل بي سي، نديرو بلون آخر مثلا أسود. الباراليل بي سي هذا الباراليل هذا المستقيم بي سي مالو سيدي، تيقول لينا باس باغ إن، تيدوز باراليل بي سي باس باغ إن اللي هو اللي غادي ندير بالأحمر، اللي هو هذا الباراليل بي سي باس باغ إن. ها هو باس باغ إن. واش يوقع ليه؟ شنو تيدير سيدي هذا؟ هذا تيقطع لينا الأوصيف بي. إذا تيقطع لينا، قلنا الأوصيف واحد النقطة أخرى بي. إذا هنا غنستعملو خاصية وحدة باش نجاوبو على السؤال. إذا قالوا لنا بين بأن الإم بي، هاد الإم بي غنديرهم بلون مثلا، شمن لون اللي مدرتش، نديرو مثلا بلون صفر. هاد الإم بي، هاد المستقيم الإم بي اللي كاين في المثلث الأو أ سي، المثلث اللوراني. صافي، هاد المثلث وتمسحها صافي. هاد المستقيم تيوازي لينا الاسي. صافي، هاد كثرت عليكم كثره ديال الخطوطه واقيله بان لي هيك. ورا غنديروا خط بخط وغادي نفهموه، وغادي خاصنا نبينوا بان الاسي تيدوز. اذا اول حاجه خاصنا نبينوا بان ان هي المنتصف، ونبينوا بان البي هي المنتصف. اذا نبقى نطبقوا قاعده وحده ديال باراليل باس باغ لو ميليو، هي اللي غنطبقو. ومن بعد غادي نستنتجو بان الام ان تيوازي بالخاصيه الاولى ديال المستقيم مال الميليو. دابا تبعوا معايا باش تفهموا مزيان. اذا اول حاجه غادي ندير غير هذا المستقيم الاول باش نبينو على ال ا ام. صافي، دابا غادي نديرو غير باش نبينو الان بان المنتصف ديال او بي. فوالا، اذا حنا درنا شنو غادي نقولو دون لو تريونغل. ديما غنقلبوا على داك لو تريونغل تنخدموا فيه. دون لو تريونغل، شمن تريونغل دابا غادي نخدمو فيه؟ غادي نخدمو في التريونغل اللي هو هذا الاو ا بي. اذا دون لو تريونغل او ا بي قلنا، اذا عندنا شنو هما المعطيات اللي عندنا؟ فوالا، عندنا السي بان ام اي لو ميليو ديال القطعه او ا. هذا اوتوماتيك مو كيعني بان الاو اي الاو ام كتساوي لينا الام. صافي، اوتوماتيك مو حنا تيهمنا، على تيهمنا بان هادو ميليو، هذه الكلمه هي اللي كتهمنا. صافي مزيان، هذه اللي الحاله الاولى اللي عندنا. او عندنا شنو؟ عندنا بان ا بي، عندنا ا بي باراليل، عندنا ا بي غيكون باراليل للمستقيم ام ان. صافي، حيت باس باغلاش هنا، حيت نقولوا بان لا نكتبوها هي الاولى، نقولوا بان ال ا بي باس باسون ماشي ا بي، ولكن هنا قالوا لي
La parallèle AB passe par M coupe. Et dans la parallèle AB, la parallèle AB, la parallèle A, AB passe, passant par M, par M et N. Ah, donc, si nous رنسنجو بأن الـ AB اكتبوها بلون آخر. رنسنجو بأن الـ AB توازي ليا الـ MN. فوالا، إذا دابا غندخل في الخاصية مباشرة. أولا بلاتي هذه الجملة غادي نكتبها بطريقة أخرى أحسن باش نكتب جملة واحدة ما نطولوش. إذا شنو غادي مباشرة غادي نقول، غادي نجي لهنا غادي نقول بأن الـ MN مالو باس باسون بار ام لو ميليو دو ا بي لو ميليو ديال او ا اي باراليل اي باراليل ا بي مباشرة غادي نقولو دونك راه ال ام ان دونك راه ان هذه راه قاعده دير بالك كتبت احمر دونك راه ان اي لو ميليو اذا هي منتصف ديال القطعه او بي صافي اذا حنا بينا بان ان منتصف ديال القطعه او بي بنفس الطريقه غادي نبينوا بان بي في المثلث ديالنا الثاني بانها منتصف ابي دابا عرفنا بان هذه منتصف وعرفنا بان هذا توازي هذا مزيان دابا غنمشي للشكل عاوتاني الثاني مزيان دابا حنايا خدينا واحد الفكره وبينا بان هذا المستقيم توازي بنفس الطريقه غادي نعتبروا المثلث ديالنا اللي هو الاو بي سي وهنايا في هذه الحاله غادي نبينوا بان هذا البي هي المنتصف ديال الاو سي حنا عندنا في المعطيات بان المستقيم اللي مار من بي سي توازي المستقيم ما قالوا لنا هنايا لا باراليل بي سي باس بار ان كوب او سي بار بي اذا تي الباراليل تيدوز من ان وتيقطع لينا الاو سي في البي صافي اذا بنفس الطريقه غادي نعبروا عليها غادي نقولوا بان في المثلث دابا غادي نبين لكم دابا غتشوفوا المثلث المثلث هو هذا اللي بزرق اللي غادي نهضروا عليه اذا غنعتبروا هذا المثلث هذا اللي بالازرق وغادي نقولوا عندنا ان هي المنتصف بيناه في التمرين ديال او بي ياك وعندنا هاد لا باراليل اللي هو الام بي هو باراليل هو واحد لا دروات باس بار ان اي باراليل بي سي دونك غنسنجو بانه راه تيدوز على حسب القاعده اللي كتقول ليا دون ان تريونغل سي اون دروات باس بار لو ميليو اللي هي هادي الا كانت شي مستقيم تيمر من المنتصف دان كوتي ديال واحد القطعه هذا منتصف ديال واحد القطعه اي باراليل على دوزيام كوتي وتوازي هاد لا دوزيام كوتي اوتوماتيكمون تنقولوا الوغ ال باس بار لو ميليو ديال لا تروازيام كوتي وتيدوز من لا تروازيام كوتي الميليو هاد القاعده هادي اللي عندنا هي اللي غادي نقولوا هنايا نقدو نكتبوا هاد الجمله كامله ولكن حنا غنديروها ماتيماتيك صافي مزيان غادي نخلي القاعده هنا باش تعرفونا كيفاش غادي نكتبو دون دون لو تريونغل اذا هنايا غنقولو دون لو تريونغل دون لو تريونغل اش من تريونغل كنهضروا عليه ضروري نسميه اللي هو الاو بي سي شنو عندنا شنو لقينا اون اذا في هذا الاو بي سي اون بان ان مالها اي لو ميليو هي لو ميليو ديال ا بي ديال او بي ميليو ديال القطعه او بي ياك فوالا وهنايا غادي نقولوا هنا عندنا قلنا بان هذه وغنقولوا عاوتاني قلنا بان الادروات اللي هو الان بي هذاك المستقيم اللي هو هذا الان بي مالو قلنا باس دابا تنطبقوا القاعده اون سي اون دروات هاد الادروات هذه هي الان بي اللي تنهضروا عليها باس بار لو ميليو باس
par le milieu. Tiens, tu vois, par le milieu, je mets le milieu N. Ça va, passe par le milieu N et je connais la côté parallèle et BC. La côté parallèle, il y a BC. Malo est parallèle BC. Est parallèle. Est parallèle à BC. Ça fait dire le côté automatiquement. Je vais vous dire alors, je vais vous dire. غادي نقولوا هنا الملخص الوغ اوتوماتيكمون غنقولوا ام الوغ ال شكون هاد ال ال هو الام بي الوغ غنقولوا ان بي باس بار لو ميليو بي صافي دونك راه بي اي لو ميليو ديال القطعة ديالنا اللي هي الأو سي. مزيان، قاعدة واحدة عندنا خاصنا غير نعرفو كيفاش نعبرو. تخي بيان، دابا حنا بينا بأن هذا لو ميليو وهذا لو ميليو. دابا غناخدو المثلث الآخر ونطبقو القاعدة ديال لي ميليو. دابا هنا غادي نبينو بأن هاد الإم بي توازي ليا الأ سي، هو اللي غنبينو. حنا عارفين بأن البي هي منتصف وعارفين بأن الإم منتصف، نطبقو القاعدة الاولى. فوالا القاعده ديالنا هي اللي غادي نطبقوا التحتانيه. اذا نقولوا دون لو تريانجل دون لو تريانجل ونسميو لو تريانجل ديالنا اللي هو او ا سي. قلنا اذا شنو لقينا؟ لقينا بان ان ام ميليو ديال القطعة اللي هي او ا، ولقينا بان البي ميليو ديال القطعة اللي هي او سي. اذا مباشرة غنجي نكتب دابخي تيوريم دي ميليو دابخي تيوريم الوغ دابخي تيوريم. الوغ شنو قالت لك التيوريم؟ لا دروات باسون باغ لي ميليو دو كوتي اي باراليل على كوتي. دونك هنايا غادي نقولو بان الام ام بي باس باسون باغ لي ميليو لي هما ام et P donc elle est parallèle donc en ce moment on groupe en MP mais parallèle à C. المهم هو احنا شرحنا التمرين غير بشويه. المهم هو انك تفهم كيفاش تطبق هذه القواعد هذه. تري بيان. إذن اكزيرسيس نيميرو 3 ABCD est un parallélogramme de centre O, soit M le milieu de BC. Et donc construire N symétrique O par rapport à M, construire P le symétrique de P par rapport à N. Et vous montrez bien que C est le milieu de PD. Retenez bien dans ce mouchkil, parce que nous avons le parallélogramme, tel les matières, je vais le parallélogramme, et vous les avez le parallélogramme. غادي نرسمو الباراليلوغرام. اول حاجه غادي نجيب الاستريمون ديالي اللي معروف بانني اللي غادي نرسم هو المسطره. غادي نحطو سيدي المسطره ديالنا وغادي نرسم اول خط عندي، ما تيهمنيش الطول ديالو. اذا هذا هو الخط تقريبا، نديرو مثلا فيه 8 سنتيمتر مثلا، وغندير واحد الخط اخر المهم باراليلوغرام نديروه بحال هذا الشكل هذا، ونديروه سيدي فيه تقريبا مثلا نديرو حتى هو فيه 6 سنتيمتر. هو تقريبا متى تعرف ترسم باراليلوغرام مزيان غتحيد سيدي هاد المسطرة. صافي نحيدو المسطرة نحطو هنايا ونجيبو الكومبا اللي هو البيكار. مزيان غادي ناخد هاد المسافة بالبيكار، غادي ناخد هاد المسافة من هنا حتى لهنا، وغادي ندير نصف القوس من هاد الضفة
مزيان. وتنعاود عاوتاني ناخذ هاد لاكوتي من هنا حتى لهنايا بالنسبه للتلاميذ اللي ما تيعرفوش يرسموا، ناخذ هاد لاكوتي من هنا حتى الفوق بهذا الشكل، وكنهز البركار ديالي وتنجي لهنا وتندير التقاطع باش نقلب على النقطه الرابعه ديال الباراليلوغرام. مزيان، نحيد البركار ديالي ما بقيتش محتاجه ونكمل الستار ديالي. اذا بلا ما ندير المسطره النقاط عندي راه تعطيني هذا مستقيم اليني، اذا غنربطو بين النقاط، وهذا هو الباراليلوغرام ديالي اللي انا تنقلب عليه. مزيان فوالا، اللي هو ال ا بي سي دي. مزيان، دابا شنو قالوا لي؟ قالوا لي كونستخويغ ان السيمتريك، ولكن بلاتي قالوا لنا لو سونتر ديال الباراليلوغرام هو التقاطع ديال فوالا. اذا لو سونتر غادي يكون هو التقاطع ديال الاقطار. باش نرسمو تقاطع الاقطار غادي نبدلو اللون مثلا نديرو بزرق، هذا قطر من هنا لهنا قطر، ومن هنا لهنايا قطر، والتقاطع ديالهم تعطيني النقطة او فوالا. اذا هنا النقطة او اللي هي التقاطع هادي. دابا قالوا لنا رسمو السيمتريك ان، هي لا سيمتريك، اذا ان لا سيمتريك ديالاش ديال ام، ام لا سيمتريك دو ان بارابور او، سيمتريك دو ان ام بعدا لو ميليو ديال البي سي. غادي نجيو عند البي سي وغادي نرسمو لو ميليو. حنايا حسبنا قبيله البي سي لقينا فيها 8، غنديروها بالمسطره بلا ما نبقى نطولوا. اذا لقينا 8 غادي نجي مباشره وغادي نديرو الميليو قلنا هي 4، اذا غتجي هنايا ام فوالا. حيدو دابا المسطرة ديالنا ونجيو نكتبو هنايا ام، اذا ام هي لو ميليو، لو ميليو ديال بي سي. واخ قالوا لنا بان ا بي ا بي سي تي ان هي سيميتريك ديال بارابورا. كيفاش كنصاوب السيميتريك؟ هنا فين بغيتك تركز معايا مزيان. اذا في لا سيميتريك ملي تنبغيو نصاوبوه هذيك النقطة او كتكون هي المتصاف ديال القطعة. يعني كيفاش؟ يعني غادي نرسم واحد المستقيم اللي تيمر ليا ما بين ام وما بين نقطة او بحال هكا. صافي ترسم واحد المستقيم اللي تيمر ما بين نقطة ام او، وكنجيبو البركار ديالنا. دابا المسطره بقى عندنا ما نديرو بها. صافي تنجيبو البركار ديالنا وتناخدو المسافه ديالنا ما بين او و ام. اذا هذيك المسافه ما بين او ام اللي هي هذه كناخدوها، نكبر شي شويه وقيلا في بالياش. إذا البيكار عندي صغير، إذا المسافة اللي تناخد من هنا تنديرها من الضفة الأخرى، إذا كتجيني على الأدي. إذا هنا باش بلا ما نطول على راسي غادي تجيني النقطة إن، أتجيني هنا كتقسم ليا الأبي. إذا النقطة إن جات في هاد النقطة هادي. مزيان، وقالوا لي بأن البي هي إم هي سيميتريك بارابور بي، لأنها تكون هنا. إذا أنا بعت شكل باش نرسم السيمتريك ديال بي اللي سيمتريك ديال بي. قلنا ديما فاش كيكون سيمتريك في هذه الحالة هذه تندير هو المستقيم اللي تيمر ما بين نقطتين، حيث لأن بي غتكون هي المنتصف ديال القطعة. إذا تيمر بحال هكا مستقيم، تيمر بحال هكا، وكناخد البركار ديالي والمسافة اللي عندي ما بين ان وما بين نقطة بي هي اللي ترسم من جهة أخرى. تنديرها هكا وتنحددها من جهة أخرى بحال هكا فوالا. نحيدو هذا بعد ما نديرو بيه، وهنا غادي نكتبو النقطة بي. هادي هي النقطة بي سيميتريك ديال بي. صافي شنو اللي عطاونا؟ سيمتريك بي بارابور بي. بين بأن السي منتصف
ديال دي بي. دي بي فين هي السي؟ السي بعيد علينا. مونتخي بأن السي يعني الشكل ما رسمتوش هو هذا. سيميتريك بارابورا او هي ان، والان عاوتاني سيميتريك بارابورا بي. اذا غلطينا هنا يوما. بلاتي نعاود لكم، غلطت في القرايه ديال التمرين ملي خرج لي الشكل بحال هكا. اذا غلطت في القرايه ديال التمرين، سمعوا لي الدراري، غادي نجيب الشكل الوسط. وانا شنو قريت؟ قريت بان او هي لو ميليو. اذا هو على العكس، راه الام هي لو ميليو. قلنا ان هو لو سيميتريك دو او بارابور ان، اذا ان هي لو ميليو. فاش غنبغي نرسم الشكل ديالي غادي نبدا بحال هكا صافي. يعني غنطول من او الام باش نرسم النقطة الثالثة ديالي. عندي جوج الحلول، اما نجيب المسطرة ديالي باش نسهل عليا، اولا البيكار. اذا غنحاولوا نزربوا شوية، غادي نجيبوا المسطرة ديالنا ونحسبوا هاد المسافة من هنا لهنايا هي 3، ونديروها من الضفة الاخرى تعطينا هي 6. اذا النقطة عندنا هنايا، غنمسحوا هذاك الشيء اللي زايد ونخليه حتى النقطة. مزيان صافي. اذا هادشي اللي عندنا النقطة. دابا عاد ولينا تنصابوا الشكل مزيان، حيت في الاول ما كناش ما رديناش للبال، راه حيت القرايه هي كلشي الثاني، ضروري تقرا. دابا عندنا هنايا الام هي لو ميليو، لو سي ان هي لو سيميتريك دو او بارابور ام. اذا هنايا ان مزيان. ودابا قالوا لنا بي لو سيميتريك دو بي، سيميتريك دو بي هي بي بارابور ان. اذا بارابور ان شنو خاصنا نديرو؟ غادي نبدل لكم كولور، مثلا نديرو احمر، وغادي نديرو المستقيم اللي تيدوز من بي وتيدوز على ان بحال هكا وطويل. مثلا نكتبو هاد ان هادي شوية مقادة باش تبان. اذا هادي هي ان باش يبان التمرين ديالنا. دابا غنشد سيدي المسطرة ديالي وغادي نعبرو المسافة ما بين بي وما بين ان. القوها مثلا شحال هنايا؟ القوها 6.5، ونديروها من جهة أخرى 6.5 صافي. غادي تجينا هنايا، غادي نمسحو هادشي لي زايد فوالا. إذا حنا دابا رسمنا الشكل مقاد مزيان. نحيدو دابا المسطرة ديالنا بعد ما نديرو بيها فوالا. دابا هنا في الشكل هادي قلنا هي بي مزيان. دابا شنو باغيين منا هما؟ باغينا نبينو بأن هاد الميليو هو المنتصف ديال دي بي. دابا غادي نطول هذاك الدي بي وغنديرو بلون اخر باش نبينو. اذا ها هي قطعه دي بي دي زمسة فوالا. دابا الا بغيت نبين بالمسطره، راه ملي غنجي نحسب المسطره غادي نلقى نفس الحساب عندي. شوف غنجيو لهنا، غنلقى المسافه اللي كاينه من هنايا هانتوما عندي تقريبا 6. اذا انت ملي غنزل هنايا غادي نلقى 6 سنتيمات. شفتوا كاينه قد قد. دابا خاصنا نبينو هداك باش غنبين هو فين كاين الاشكال. هو تبعوا لي مزيان، ناخذ الشكل باش نمشيو نخدموا عليه. اذا ملي خدينا الشكل ديالنا غادي نخدموا بالمختصر المفيد. اذا غادي نعتبروا المثلث ديالنا اللي هو هذا اللي غادي نرسموا عليه بالزرق. مثلث اللي هو بي بي ودي. اذا هذا المثلث هو اللي غادي نعتبروه، هو اللي غادي نخدموا فيه، هو اللي عندنا المعطيات ديالو صافي. اذا شنو هما المعطيات؟ غادي نقولو دون لو تريانجل، دون لو تريانجل اللي قلنا بي بي دي قلنا. اذا شنو عندنا في المعطيات؟ عندنا بان او ميليو ديال بي سي. علاش؟ لانه هو لو سونتر. عندنا او اي ميليو ديال بي دي مزيان. وعندنا عاوتاني بان ام في المعطيات حتى هي لو ميليو، ام ميليو ديال بي سي عطاوها لينا في المعطيات. ها هي قالوها لنا هنا، ها هي ام ميليو ديال بي سي. وقالوا لنا بان لو سونتر او هو لو سونتر ديال الباراليلوغرام. مزيان فوالا. غادي نجيو عاوتاني شنو غنستنتجو؟ عطاونا عاوتاني استنتجنا بان الان هي لو سيميتريك. اذا ان سيميتريك غادي نكتبوها لكم
هي سيميتريك سيميتريك دو ان بارابور ا ام ديال ان هي النقطة بي. هذه ستعني سيميتريك دو ان بارابور ا ام هي بي. هذا تيعني لنا ان شنو؟ ان الام الميليو ديال بي سي، وعاوتاني ام مالها اي ميليو ديال القطعة ديالنا اللي هي او ام او ان صافي. فوالا حيت حنا ما بغيناش البي سي، بغينا الاو ام هي اللي كتهمنا في هاد المثلث. فوالا وعندنا عاوتاني بان صافي ها نزيدو سال ان هاد الان هادي، وعندنا بان السيميتريك بارابور ا ان ديال بي هي بي. سيميتريك ديال او بارابور او ماشي ان، هادي او وهنا بي. هذا تيعني لينا ان ان اي لو ميليو هي لو ميليو ديال القطعه اللي هي بي دي بي بي. جبت المعطيات كاملين، عرفت بان هذه ميليو، عرفت بان هذه ميليو، فوالا. اذا غادي نقول مستقيم ام ان باس باغ لي ميليو باراليل لا تروازيام كوتي. صافي. اذا هنايا الشكل غادي نجيبو هنايا نبعدو باش نكمل. دونك غنجي هنا ندير دابخي تيوريم، دابخي تيوريم دي ميليو. اذا شنو غنستنتج؟ غنستنتج بان الاو ان شحال كتساوي لينا هاد عندنا بدا دابخي تيوريم ديال لي ميليو قاعدة نجبدوها. عندنا بين ان هنايا عندنا بان البي ان كتساوي لنا الان بي، وعندنا بان البي او كتساوي لنا الاو دي. اذا غنستنتجو بان الاو هذه بان الاو الاو ان باراليل البي سي البي دي دي بي اي الاو ان كيساوي واحد على جوج علاش بي دي بي بي صافي. تيساوي هذا تيساوي النص ديال هذا، علاش؟ لان هاد المسافه هادي قد هادي وهادي قد هادي صافي، وبالتالي فراتها هذه غيكون النص ديال هذه. مزيان. وهنا غادي نستنتجو الو، غادي نقولو مباشره الو لو سي اي لو ميليو. ولا قبل ما نديرو هذه غنقولو سي ابارتيان المستقيم تتنتمي للقطعه ديالنا اللي هي دي بي. دونك سي et le milieu de BD DB صافي. اذا حتى لهنا نوقفوا باش ما يكونش الفيديو طويل. موعدنا باقي التمارين ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليتكم على خير، تهلاو لي فراسكم.